انا ان شاء الله جاي النهارده اعمل لكم ماجيك تريكس باستخدام الكوتشينه. اول حاجه، اي كلمه ماجيك تريكس اي حد فينا بيسمعها بيسمع بوكس زي ده مثلا، حد يحط فيه بني ادم ويقسمه نصين، الكلام ده كله illusions. فانا بصراحه بحب استخدم كوتشينه. ليه؟ اي 52 ورقه من اي كوتشينه عاديه تمسك مثلا 2 مثلا وقعت، اوكي ادي 2 وقعت راندوم من الكوتشينه، تمام. ممكن اسيب ال2 دي في النص، ولو هعمل كده الورق وهسيب ال2 فين في النص كده، واي حد مثلا عايز حضرتك مثلا تقول لي ستوب، تمام، قول لي انا هعمل ورق كده وقول لي ستوب في اي مكان. يلا هي دي التو بتاعتنا ولا كانت غيرها؟ كانت تريفل. اوكي، بس احنا لو مسكنا السبيس وعملنا كده هنلاقي ان السبيس تحولت للتريفل بتاعنا، تمام. فهي فدي احلى حاجه في الكوتشينه، ان كل الموضوع بيبقى فيجوال قدام الناس، ما بتشكش للحظه ان الموضوع فيه illusion او فيه اي خدعه، تمام. فعشان كده انا بحب الكوتشينه جدا اكتر من حاجه اي حاجه ثانيه. طيب اول تريك، انا محتاج اي حد من الموضوع. اي حد اسمك ايه؟ شو؟ تمام. انا في التشيكس دايما بحب استخدم اكتر من كوتشينه كنوع من انواع التغيير مش اكتر، وقبل ما اعمل اي تريك بدي كوتشينه لاي حد فيكم يفنطها عشان يتاكد انهم ال 52 ورقه سلام. تمام؟ اوكي. خلي الورق معاك واسحب لك اي ورقه انت عايزها ووريها للكاميرا. تمام؟ تمام. خلي الورق معاك، سيب الكوتشين هنا، انا هبقى بعيد عنك خالص عشان ما اشوفش الورق، وامضي. شايف الماركر ده؟ ده ماركر بيرمننت عشان اسمك ما يطلعش مع الورق، عايزك تمضي اسمك باسم كبير على الورق. تمام؟ على الورقه اللي انت اخترتها. تمام؟ خلي الورق معاك. واقفل الماركر وحطه. وانا هاخد الكوتشين. دي ورقتك صح؟ هل في اي امكانيه ان انا اعرف ورقتك ايه؟ طيب، نفس اللي انا عملته، قول لي ستوب في اي مكان. حط ورقتك. اوكي؟ حط ورقتك. ايوه، هي دي تمام؟ لا. طيب، هي دي. اوكي؟ ماشي. دلوقتي كل الناس بتفنط الكوتشينه ازاي؟ فنط الكوتشينه كده، تمام؟ احنا المره دي مش هنفنط الكوتشينه كده. ازاي بقى؟ هنعمل كده، ورقه فوق ورقه تحت، تمام؟ اكتر من مره. ففيرلي انف ان الورقه بتاعتك اللي هتبقى موجوده لفوق ولا تحت، صح؟ اوكي. دي ورقتك؟ هي دي ورقتك؟ لا. اوكي، هسيب ورقته هنا، الكينج دي ولا دي ولا التان؟ اوكي، هسيب التان واعمل دي كده ولا دي؟ هي غريبة صح؟ طب في حاجة غلط. طيب انت دلوقتي ورقتك ايه؟ 6. اوكي، هسيب 6 في النص فوق اول حاجة، وفيرلي انف تاني هنعمل ايه؟ دي كده 6. خلي ال 6 يعني. اوكي، اول حاجه عايزك تفتح ايدك معايا، مش الكينج ولا دي. طيب اوكي، افتح الكينج. ورقتك كانت ايه؟ ففي اكتر من مره تريك ممكن تبوظ، تريك ممكن تعمل حاجه، لكن في حاجه مثلا زي البوكس مش هتقدر تصلح اللي انت عملته، لكن مثلا في تريك زي دي هي ما بوظتش، انا بينت من الورق ممكن تطلع اي حاجه، لكن بعد كده غيرت له الورقه من الكينج للبتاع اللي هي الورقه. تاني حاجه منتاليزم، بحبش بعض التريكس مش هستخدم الكوتشينه بس، لا استخدم الكوتشينه وعقل اي واحد قدامي، تمام؟ طيب المره دي هستخدم اللجنه.
انا عايز اللجنه تختار اي 3 ورقات من الكوتشينه دي، ونتاكد برضو ان الكوتشينه اديها للجنه، ويتاكد ان الكوتشينه كلها سائل. هتتفرج الكوتشينه وتتاكد انها سليمه جدا، وتختار اي 3 ورقات حضرتك محتاجها. اي حاجه لو عايز تشوف على 3 ورقات من غير ما تقولوا لي. على ورقة، سوري، على ورقة واحدة بس. اوكي، اتفقتوا على طول؟ خلاص اخد ال3 ورقات. لا لا، حطوهم وسط ال3 ورقات عادي، بس تبقوا عارفين ان الورقة دي انتوا اللي بتختاروا. اوكي، واخد ال3 ورقات. اوكي. هل في امكانية ان انا اعرف ايه ال3 ورقات اللي انتوا اخترتوهم وانا اللي هتختاروهم؟ ما هي؟ استحالة. طيب، هنا ال3 ورقات ايه؟ جاك وكوين وكينج. اسيبوا الكوتشينه كده. انا طبعا استحاله اعرف لا الجاك ولا الكوين ولا الكينج اللي انتوا هتختاروا منها. طيب. اوكي. هحط ال3 ورقات دول في بنفس الترتيب. وهبص لكل واحد في اللجنه لمده ما تتعداش ثانيتين، تمام؟ اوكي. بص وهطلع ورقتين راندوملي جدا من جيبي. اخد تليفون اي حد، اتصل على التليفون، هي البنت ده، والورقه عشان تعرف هي. تاني ورقه، الورقه اللي انتوا اتفقتوا عليها كانت ايه؟ قولوا البنت الورقه. انا طلعت ورقتين راندوملي جدا من جيبي، هل كان في اي امكانيه ان انا اعرف ايه الورقه اللي انتوا اخترتوها دي؟ يبقى هي الورقه الوحيده اللي بقيت من جيبي كانت الايه؟ كوين اوف هارتس. طيب التشيك دي احنا طبعا شفنا ان في بورد جبناها، انا محتاج البورد دول وفي 2 صحابي هيشيلوهم. ما في ناس تمام. انا مهند. اوف انا مهند. بس كده. لا. محتاجين اي واحد؟ حضرتك. فنط الورق خالص بحيث ان انا مش هعرف احط، تمام؟ هشتغل بتقنيتك انت. تمام؟ انا هشتغل بتقنيه حضرتك دي، مش هغيرها، اوكي؟ اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هبص بصه واحده على الورق، انا ما اعرفش حضرتك هتختار ايه. تمام؟ كده بس. انا دلوقتي عرفت الورقه اللي انت هتختارها، هسيب الكوتشينه قدامكم وبالماركر اللي معايا هكتب الورقه اللي حضرتك هتختارها من هنا، تمام؟ بعد اخر بصه هبصها للكوتشينه طفنتك انت، تمام؟ اللي انت لسه هتختارها.
لا 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 لا، انا هقول لحضرتك دلوقتي، هسيب الورق كده وهكتب الورق هنا. يا لا دي بقى كانت تمام. انا هنا كتبت ورقه واحده بس، وطبعا الورقه دي طفلتك انت، انا استحاله اعرف مكانها فين. التريب دلوقتي هتبقى ازاي؟ انا همسك الورقه وهقول لحضرتك تقول لي ستوب في اي مكان، هعمل ورقه كده هتقول لي ستوب، هقوم شايل الورق بسرعه ومديك الورقه اللي انت وقفتني عليها في اي مكان حضرتك تحب. لا لا لا، انا قلت حضرتك تفنط الورق بس حضرتك تقول ستوب في اي مكان انت عايزه. يلا 1 2 3، ماشي اوكي. اتفضل حضرتك الورقه. اوكي دي ورقه ايه؟ وريها لنا كلنا. جاك اوف كلوبس او ولد تريفي. ايوه كده. دول كانوا دول كاتيجوريز من الكاتيجوريز اللي انا بحبهم، تريكس عاديه، تريكس باستخدام اي حد يفكر، تريكس باي حد ممكن يفكر الورقه دي ايه او كده. دلوقتي بقى التريك دي فيها تخيل ازاي؟ او مش تخيل قوي، هي زي ورقه بتتنقل من حته لثانيه، طبعا ده شيء ارتجل خالص، بس ازاي بقى؟ الورقه دي كوتشينه، كوتشينه برضه عاديه وممكن اي حد يفنطها. هنا محتاجين اي حد بقى من ال اي حد اطلع مصر مره واحده. طب تمام اوكي. قبل ما ابدا الكوتشن، قبل ما ابدا الكوتشن هحط معاك الورقه دي. طب ايه؟ انا قبل ما اعمل معاك الكوتشينه دي هعمل معاه ديل. هو دلوقتي هيختار اي ورقه وهيمضي عليها اسم، تمام؟ وطبعا ورقته هسيبها في النص وهفنط الورق، وهنتاكد ان ورقته مش فوق ومش تحت. الديل بقى ان انا دلوقتي ككاردست بلعب بالكارد، لازم اطلع ورقه اللي قدامي يا فوق يا تحت، يا اما تشوف بعد كده تبوظ. فانا لو ما طلعتش ورقتك اللي انا هدخلها في النص فوق او تحت هديك المحفظه. المحفظه اوكي ديل. والموبايل، هات الموبايل والموبايل، محفظه والموبايل اوكي. اي حاجه تمام اوكي. فنط الورق واختار لك اي ورقه انت تحبها وامضي عليها اسم. تمام. خلي ورقتك بقى معاك واديني الكوتشين. ماشي حط ورقتك فوق او قول لي ستوب في اي مكان. بس قول لي ستوب في اي مكان. يلا 1 2 3 حط ورقتك. تمام دلوقتي انا لا اعرف ورقتك ايه، ولا اعرف امضيتك اللي انت عملتها ايه، ولا اعرف حتى اسمك. تمام انا بخلي الناس تمضي على الورقه ليه؟ لان في بعض الناس يقول لك ايه، انا دلوقتي لا ده اختار ورقه، هو خلاص بيجبرني ان انا اختار الورقه دي وبيحط ورقه زيها معاه. انت دلوقتي اخترت الورقه تمام، وهنتاكد ورقتك فوق مش 3 دي تمام ولا اللي تحت. طيب انا هفنط ثلاث مرات وهنشوف. ادي اول مره وادي، ثاني مره واخر مره ادي. طيب انا ليا محاولتين، يا اما الورقه اللي فوق يا اما الورقه اللي تحت. دي مش دي. طيب اخر محاوله والموبايل والمحفظه هيبقوا معاك. دي الموبايل هتلاقيه مع ولد معاك،
بس قبل ما تاخد الموبايل ديك طبعا المحفظه. انا همسك الباقي. لو عملت المحفظه كده استحاله طبعا اديله المحفظه. هلاقي ان في ورقه واحده بس دخلت معايا جوه المحفظه. الورقه دي كانت ورقتك. ورقتك كانت ايه؟ 10 مرات. ايه دي؟ اخر تريك. اخر تريك دي بصراحة انا اول مرة في حياتي اعملها. عمري ما عملتها في الجامعة وهتبقى اول مرة اعملها في حياتي على الستيج. التريك دي بقى. احنا المرة اللي فاتت قلنا دي تعتبر ترانسبوزيشن. ورقة بتروح من الكوتشينة بتيجي في المحفظة. دي هتبقى ترانسبوزيشن ومعها تخيل. يعني انا لو ما تخيلتش والجمهور ما تخيلتش واللجنة ما تخيلتش التريك تبوظ. تمام؟ معايا ورقة. ورقة واحدة بس من الكوتشينة هي اللي حضرتك هتوقفني عليها او اي حد من اللجنة هيوقفني عليها بعد ما تفنطوها. انا عايز حضرتك تفنط الكوتشينة دي خالص وبرضه هنعمل نفس الموضوع اللي انا قلت لك عليه. تفنطها الاول خالص. تمام؟ هشتغل بنفس التقنية دي. دلوقتي انا ما اعرفش حضرتك هتخليني اختار ايه ولا اعرف حضرتك هتوقفني عند ايه. بس اللي انا عارفه ان في 52 ورقه ممكن يحصلوا في التريك دي. تمام؟ ممكن اقف عندهم في التريك دي صح؟ طيب نفس الموضوع. عايز حضرتك تقول لي ستوب في اي مكان وانا هشيل الكوتشينه بسرعه وهاخد الورقه اللي انت وقفتني عليها. تمام؟ وانا لغايه دلوقتي ما اعرفش الورقه اللي انت هتخليني اختارها ايه. يلا 1 2 3. قول لي ستوب في اي مكان. اوكي هنشوف الورقه اللي حضرتك وقفتني عليها. 2 of hearts. اوكي انا لغايه دلوقتي مرتين خليت ناس يمضوا على الورقه فانا المره دي همضي انا اسمي على الورقه. تمام؟ تمام. سوري هي فين الكوتشين؟ اي سوري. تمام هسيب التو بتاعتي دي هنا وهقلب الورق عليها. ما علينا ما علينا مش هتفرق. اوكي الحمد لله الموضوع ده بيحصل قدام ناس لان الورق اللي راح دي دايما الورق ده بيقع. تمام وهسيب الكوتشين هنا في جيبي من ورا. ورق في جيبي ماشي. التخيل بقى انا قدامي كوتشينه ماسكه في هاخد ورقه واحده منها اللي يا رب تبقى ورقتك وهتخيل معايا ان انا هدنيها مرتين. ادي اول مره وادي تاني مره. تمام واخلي الورقه دي احطها في ايدي. تمام ولو عملت كده هلاقي ان الورقه اختفت. طبعا كل ده تخيل بس لان التريك دي زي ما قلنا هي دي محتاجه تخيل ولو ما تخيلتش التريك تبوظ. طيب انا دلوقتي باعتبار ان انا سحبت الورقه اللي هي ورقتي دي كانت 2 of hearts ومضيت عليها اسمي. طيب انا لو عملت كده وخليت حضرتك تشوف الورق هنشوف يا رب التريك دي التخيل اللي انا تخيلته واللي الجمهور تخيله معايا صح ولا غلط. عايز حضرتك بقى تفنط الورقه دي تفنط الورق وتشوف التو فورتس موجوده ولا لا. وانا النهارده طبعا عندي ليكتشرز وجبت شيبسي معايا الصبح وما لحقتش طبعا اتدهور في الشط. تمام؟ الورقه موجوده؟ احنا دلوقتي تخيلنا الاول ان انا تنيت الورقه وشفتها. الورقه موجوده؟ ولو جيت فتحت كيس الشيبسي لان في ورقه معايا لما انا تريت. لو جينا شفنا الورقه دي الورقه كانت ايه؟ 2 of hearts.